والدي يريد أن أتزوج من امرأة أنا لا أريدها ولا أرغب فيها، وهو يريد ذلك لأنها قريبة منه، مع أنه ليس فيها مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، فهل آثم بعدم تطبيق ما يريده؟ على كل حال التوافق مع الوالد وإرضاء الوالد مطلوب مهما أمكن، والتفاهم مع الوالد مهما أمكن، فبإمكانك أنك تقنعه بأنك ما تريد أو تخشى أن ما تصلح الأمور فيما بعد، فلا بد من إقناعه في هذا. أما المنازعة وهو يريد كذا وأن تقول لا، هذا ما تصلح به الأمور، لازم من التفاهم، لازم من إقناعه في هذا الشيء وتطيب خاطره، وهو ما يريد لك إلا الخير، ما يريد لك والدك ما يريد لك إلا الخير، فإذا بيّنت له وتفاهمت معه فلا شك أنه سيقتنع بإذن الله. نعم.